السلام عليكم متابعي قناة هاي سبوري الأعزاء. مرحبا جميعا. يبدو أننا سنتقبل شيئا فشيئا حقيقة أن ليونيل ميسي لاعب في باريس سان جيرمان. لقد استطاع الحصول على جلسة تدريبية كاملة مع النادي وتمكن من دخول الملعب بقميص باريس، لذلك فإن هذا الأمر لم يعد مجرد حلم. هل تعلم ماذا استفاد باريس سان جيرمان أيضا من انتقال أسطورة كرة القدم؟ بعد دعوة ليونيل ميسي للفريق، استقبال باريس سان جيرمان لطفلي ميسي بمثابة هدية. ووفقا لمنشور ليكيب، فإن تياغو وماتيو ميسي قد التحقا بالأكاديمية الباريسية وهناك سيصوغان مسيرتهما الكروية، بينما يحطم والدهما الأرقام القياسية بقميص باريس سان جيرمان. ليو سيكون سعيدا لإرسال ابنه الثالث إلى الأكاديمية، رغم أنه لا يزال صغيرا بالنسبة لكرة القدم، لأن سيرو ميسي يبلغ من العمر 3 سنوات فقط. ما هي أفاق تياغو وماتيو في باريس سان جيرمان؟ هل يضيعون وقتهم في هذه الأكاديمية أم أن وصولهم بالفعل هدية حقيقية من القدر؟ كيف انتقل تياغو وماتيو ميسي إلى باريس سان جيرمان؟ اتجه ليو نفسه إلى مكتب أكاديمية باريس سان جيرمان لتسجيل أولاده في الفريق الجديد، وكان بإمكان أي شخص آخر فعل ذلك، لكن بالنسبة لميسي هذه خطوة مهمة، إنه يحب أطفاله كثيرا، لذلك قرر أن يقوم بالأمر شخصيا. هل دفع باريس سان جيرمان شيئا مقابل انتقال الأخوين ميسي؟ في هذا العمر لا يمكن للأطفال امتلاك عقد، ويمكن لليو اصطحاب أطفاله إلى الأكاديمية في أي وقت حتى لو لم يكن ذلك متعلقا بالانضمام للنادي، لذلك لم يدفع الباريسيون فلسا واحدا للأخوين ميسي. كما هو مكتوب في وسائل الإعلام الفرنسية، سيقدم تياغو عرضا لفريق يوناين أو يوتين، بينما تم تعيين ماتيو في فريق يوسيفن. بطبيعة الحال سيكون من الصعب اصطحاب تياغو وماتيو للتدريب في الأكاديمية إذا كانوا يعيشون في باريس، لذا ومهما قالوا فلن يكون لديهم سوى طريق واحد فقط إلى أكاديمية باريس سان جيرمان. غالبا ما يشارك أطفال اللاعبين في القائمة الرئيسية لأكاديمية باريس سان جيرمان مثل أطفال زلاتان إبراهيموفيتش وتياغو سيلفا، لذا فإن حدوث هذا مع ميسي ليس غريبا. بالمناسبة، إرسال الأطفال إلى أكاديمية باريس سان جيرمان ليس جزءا من عقد ليو، فهو الذي أراد انضمام أطفاله إلى نفس الأكاديمية. كانت ردة فعل الجماهير على انتقال تياغو وماتيو إلى مدرسة كرة القدم الجديدة مختلفة وقوية، حيث رحب مشجعو باريس سان جيرمان بالفتيان مبدئين عاطفة جياشة. إلى أي جانب أنت؟ هل أعجبك انتقال الأخوين ميسي إلى باريس سان جيرمان؟ أم تشارك جماهير برشلونة غضبهم على الأخوين ميسي؟ اكتب أراءك في التعليقات أسفل الفيديو. نعتقد أن أكاديمية باريس سان جيرمان هي خيار مثالي للأولاد لاتخاذ خطواتهم الأولى المهمة في كرة القدم. سوف نشرح لك لماذا. أولا، سيكون من السهل على عائلة ميسي اصطحاب الأولاد للتدريب، حيث تقع أكاديمية ريد أند بلوز مجاورة تقريبا لموقع تدريب الفريق الرئيسي. في هذه الحالة يمكن لأبيهم أن يصطحبهم في حالة توافق المواعيد. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن ليو أيضا من زيارة تدريباتهم ومنح فصل دراسي رئيسي لشباب الأكاديمية. أليست هذه ميزة؟ ثانيا، سيكون من السهل على الأولاد الدراسة في أكاديمية باريس سان جيرمان. لن يكون هناك ضغط مثل لاماسيا، لأنها لا تسمح بانضمام سوى اللاعبين ذو الحمض النووي البرشلوني. لكن إذا كنت تحمل اسم ميسي والرقم 10، فلا شك أن دم الفريق يجري في عروقك. لا توجد على الإنترنت الكثير من اللحظات الرائعة الموثقة لتياغو ميسي وهو يلعب، على الرغم من أنه كان يتدرب في أكاديمية برشلونة للشباب لعدة سنوات. من يدري، ربما لا يكون تياغو نفسه مهتما بكرة القدم، لكن في المدرسة الباريسية سيكون هناك ضغط أقل عليه، وربما سيساعد هذا الصبي على الوقوع في حب اللعبة أخيرا والغطس فيها. بدأ ماتيو ميسي يخطو خطواته الأولى في كرة القدم، لقد إلى مكان يشعر فيه بحمل أقل على كفيه والحصول على المزيد من الفرص للعب بالكرة. إذا وضع ماتيو نفسه بين يدي مدرب جيد وأخذ فكرة التدريب على محمل الجد، فسيصبح بالفعل بديلا جديرا لوالده. نعم، كما سمعت، نحن لا نمزح على الإطلاق. يتمتع ماتيو بشخصية متفجرة وعنيدة أكثر بكثير من شخصية شقيقه الأكبر تياغو، وهذا قد يساعده على النجاح في حياته المهنية مستقبلا. وبالطبع لا تنسى مهاراته، لأنها تظهر الآن،
فالفتى على وشك أن يبلغ من العمر 6 سنوات، وبدأت تستيقظ بداخله شخصية لاعب كرة قدم رائع. هل لدى باريس سان جيرمان أكاديمية جيدة؟ انتظر لحظة، لماذا نتحدث فقط عن الأولاد؟ دعنا نتحدث عن أكاديمية باريس سان جيرمان، لأنه في ملاعبهم سيحسن تياغو وماتيو مهاراتهم الرائعة، ويمكن أن يكون ليو قد عثر على منزل فخم في باريس. ومع ذلك لا يزال باريس سان جيرمان يستثمر الكثير من الأموال في تطوير وتدريب الأطفال في أكثر الظروف راحة، بالإضافة إلى أنه لن يتم قبولهم بسهولة في مركز رائع مثل كليرفونتين. لذلك فمن الضروري الحصول على الجنسية الفرنسية والتأكيد على المستوى العالي من المهارات في اختبارات كرة القدم. مدرسة باريس سان جيرمان ليست الأكثر شعبية في فرنسا، ولكن سيتخرج منها لاعبو كرة قدم رائعون. على سبيل المثال، تجدر الإشارة إلى أنه قبل سنة كان كينسلي كومان هو الشخص الذي تمكن من تسجيل هدف لفريقه على أرضه في نهائي دوري أبطال أوروبا، وتم حرمانه من الكأس. حسناً، من غادر مدرسة باريس غيره؟ برنسل كيمبمبي هو أحد خريجي النادي الذي لا زال يظهر في الفريق الرئيسي، كما ظل حارس المرمى ألفونسو أريولا في نظام النادي لمدة 4 سنوات حتى تم ترقيته إلى المستوى 11. وقد باتريس إيفرا ذات مرة موسماً في الأكاديمية، وانضم أدريان رابيوت إلى فريقين من فريق النادي الصغيرة. أما الآن فالنجم الرئيسي للأكاديمية هو الهولندي تشافي سيمونز، الذي انتقل إلى باريس من برشلونة قبل 2 عام، وفقا لما قاله أنه تمكن خلال 2 عام من اللعب مع باريس سان جيرمان من التركيز على العنصر البدني. ومع ذلك فإن هذا لا يكفي بالنسبة للفريق الرئيسي الفرنسي، ولكن لا يزال هناك المزيد في المستقبل. فهل سيكون الطفلين مخلصان لباريس سان جيرمان إلى الأبد؟ هذا الأمر مستبعد، لأن العديد من المعجبين يتوقعون عودة الطفلين إلى لاماسيا في غضون سنوات قليلة. كلنا نعلم الرابطة الوثيقة التي تربط ليو مع برشلونة منذ سنوات عديدة، كل أصدقائه ومنزله الفاخر هناك في برشلونة. ميسي وعائلته سيقضون 2 العامين المقبلين في باريس، ولا أحد يعرف ما الذي سيحدث بعد ذلك. لذا من السابق لأوانه أن يدرج مشجعو باريس سان جيرمان تياغو وماتيو في قائمة أساطير النادي في المستقبل. نأمل أن تكون قد استمتعت بهذا الفيديو، وسنواصل مراقبة تطور مسيرة تياغو وماتيو في كرة القدم. سيكون من المثير الاهتمام لرؤيتهما يكبران، من يدري، لكن لنراقب عن كثب كيف تتدفق دماء أفضل لاعب كرة قدم في كليهما. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية، فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.